يلا يلا. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غنعدلو ان شاء الله بمدينه مرتيل. طبعا كما كيعرف الجميع مدينه مرتيل هي واحد المدينه سياحيه جات في شمال المغرب، جات في الساحل الشرقي لمدينه تطوان. طبعا هذه المدينه هذه يعني على حسب المعلومات اللي عندي انا، هذه المدينه يعني التاريخ ديالها احسن من الحاضر ديالها. طبيعه الحال هذه المدينه هذه كاين الناس هنا في الشمال كيقولوا لها ريو مارتين، مارتين يعني كيقولوها بحرف النون مارتين. وهذا الاسم هذا مشتق من اسم ريو مارتين اللي كان في العهد ديال الاستعمار الاسباني، كانت تسميه مارتين. طبعا من بعد الاستعمار الاسباني كانت هذه المدينه كضرف واحد الرواج كبير اللي كان مدينه مارتين. طبعا يعني كتشهد واحد الرواج يعني كبير يعني في فصل الصيف، بعكس ان فصل الشتاء كتكون خاويه يعني وكيكونوا فيها الطلبه. طبعا مدينه مرتين كتوفر على 3 ديال الكليات، غتشوفوا معنا في هذا الفيديو. اي صور اي صور اي صور اي الماضي ديال مدينة مرتيل
احسن من الحاضر ديال مدينه مرسى. طبعا مدينه مرسى كتوفر على واحد الميناء اللي كان في قديم الزمن كان كانوا كيستعملوه، يعني كيستعملوا الاستعمار الاسباني في العهد ديال الحمايه كيستعملوا لنقل البضائع والسلع. طبعا مع المده هذا الميناء هذا دابا حاليا رجع ميناء ديال الصيد عادي، ميناء عادي. طبعا من بعد ما خرجوا الاسبانيول من مدينه مارسيل، يعني من بعد الحمايه الاسبانيه، جا استقلال. يعني من ديك العهد هذاك المعاهد ديال الاستقلال 1959، يعني تحولت المدينه من مدينه صناعيه طبعا اللي كانوا كيتوجهوا فيها شله ديال المعامل، تحولت الى مدينه سياحيه، يعني تبنوا فيها شله فيلات وشله اوتيلات باش ترجع مدينه سياحيه. خوتي كما كتشوفوا مرايا هذا واحد الملعب ديال الجولف كاين في كابو نيغرو. كابو نيغرو طبعا جات ملصقه في مارتين، يعني لو سنتين مارتين هنا نكتشفوا واحد ان شاء الله. قال لك تجيب الكواري وتجي تضرب. يشارك معنا في القناة، يفعل الجرس ويتكيل يزدر لايك. إذا خوتي احنا كنتواجدو بالكامبو ديال الجولف، دابا مشى للحفرة رقم جوج معايا واحد جوج د حجوج العشران كيسكنو هنايا في كابو نيغرو. هذا واحد الإيرلندي. هلو براذر واتساب أور يو أور يو فان ثانك يو يس يس فيري جود فيري جود the little brother come here brother friend, come my friend. Yes come let's on, go let's go let's go offer رقم 2 لكم شويه ديال اكسكلوزيفيتي كنحس بالارض فحال الصربيه. إذن خاي نزار لا كيف جاتك هاد الخلفة خاي اللي ضربتي في هاد الكامبو ديال الكورف؟ طريق بلاصة يمنتي عارف الحرارة هنا والله العظيم بطاقة نجيو هنا هادي وكنصح الدراري يجيو لهنا او كود وما ينساوش يعملوا جيم سبسكرايب ويفعلوا الجرس. اوكي واحد الضحك. اذا خوتي كما كتشوفوا هنا عندنا واحد التحدي بين نزار وبين الياس، وقالوا واحد سوء تفاهم ويعني وناضوا كيتحدوا بعضياتهم شكون اللي يقدر يعوم شويه. دابا وصلوا انهم قسم يعوموا بجوج بهم، وهذا هو التحدي ان شاء الله غيعوموا في باقي المغرب ساعه. القلايه ديال كابو نيغرو بين كابو نيغرو بين مارتين هنا البحر البحر شويه هنا نقي نقي شويه على الساحل طبيعه الحال الساحل تما البحر بحر مارسيل معروف بحر ماشي نقي، يعني بينه وبين فهمتي دابا الشتوى يعني باقي شهر خمسة باقي شوية باقي نقي ملي كيجيو لينا الناس كيرجع شوية الناس. يلا يلا السلام عليكم. جينا سيدي بخير هانيه تشرفنا ب يوسف. تعرفوا عليك يوسف تشرفنا سيدي مشرفين مشرفين جات في سيتوات اها متقاعد متقاعد تبارك الله تبارك الله مشرفين. سي نزار عطاتو اكوا بيبا بوبري رسلو كيعرفو
اخي ما بغينا لك شيء ولكن قدر ولا طاف اخويا راه شي كنسال عليك الياس موقع الترحه والسبع سبع الياس شي كلمه اخي الياس بعد هاد العومه اللي درتي العومه واعره ولكن دير ما باردين سخونين ما هما هادوك ما هما باردين ما سخونين عادي عادي ما دعومه باردين شي تعليق تعليق على العومه ما بين بعيدا حتى حس بشي حاجه حس شقا الحمد لله حمدا كثيرا نشكره ونستعين به ما بعد السيد نزار حيين فبعدما تعرض الى لسعه من قنديل البحر اكوابيبا كما يسمونه بشمال المملكه هو يستعيد عافيته بعد حوالي ساعه من تعرضه الى تلك مع الالم وبعد مجهود كبير يعني وبعد مجهود دام حوالي ساعة يعني استطعنا وبحول الله أن ننسيه في اللدغة وأنه تناسى مع الوقت. ضربتي ديك العومة الطويلة شنو يمكن لك تقول لنا على الإحساس ديالك دابا حاليا وباقي المغرب واحد نص ساعة باش كتحس؟ كنحس بيا الجوع وعطيت هاد السمك أنا عارف الماء مالحين. علاش شربتي الماء مالحين؟ لا عين درنا الصادقين. شربتي شوية. راك فاطر ولا شربتي الماء راك فاطر؟ شربناش ولكن تعرف من حياة البحر عاد تأثر شوية فهمت؟ يا لا من لغة دنيئة. اش غنقول لك المهم مزيان يعني تحركنا انت عارف درنا الطريق خلصنا بزاف اخي ياك ديك الشيء هو اللي عطى شويه والجوع وعندك شويه مع الطياب؟ الطياب شويه استاذ ماشي شي حاجه خذ قدمنا شويه المائده قدمنا شنو عندك هنايا عندنا المائده نقدموا المائده فطور فيها كل شيء موجد فهمتي يمكن لك تشرح لنا اشرح لك كل شيء موجد فهمتي لا زعما يعني قلنا هذه شنو هنا وشنو عندنا هنا شنو هذا الدلاع كيبان هنا واحد الطرف الدلاع فهمتي كيتما هو الاخر فهمتي اها درت لي بيت تما هو تسمى ما دير لي انا الجبد ما تحسبش جبد اصاحبي جبد انا جبد واحد مزيان هذيك كتعطي الدلاع الشفرات انا راه كتعطي انا اللي درت لي وهذا تسمى ما دير لي عاد ما في ما ها ضروري سبقوا به الماء ضروري هذا التصبيح ولكن عارف الغايف الغايف العاصر الماء العاصره هو هذاك الفطور يلاه الحمد لله